سلام. اليوم ما حيكون في سكتش، اليوم بكل بساطة عندنا موضوع أهم من هذا كله. طبعا أنا عارف أنتم في الفترة الأخيرة مرة متضايقين من كمية الإعلانات اللي قاعدة تصير بالتخفيضات في أغلب المتاجر الإلكترونية وممكن حتى في المتاجر الموجودة في الشارع عندكم في الحي. برضو أنا كمان عندي إعلان صراحة سمع لها فترة وصلتنا وما سويت لها أي فيديو، فأتوقع جاء الوقت أنكم تعرفون تفاصيل هذه السماعة وحجاوب على السؤال اللي ببالك اللي هو كم دفعوا لك. طبعا هذه السماعة أول شيء زي ما أنتم شايفينها فخمة جدا الصراحة، سعرها ما هو غالي، عندكم الروابط في الديسكريبشن اللي حاب يشيك. وطبعا لا تنسوا أنه عليها كمان تخفيض بنسبة 15% لو استخدمت كود VGA فراي، حاسس نفسي صرت زي حق السناب. وفوق هذا كله هم أصلا أوريدي مسوين خصم 25% عليها، الشحن حيكون طبعا مجاني السعوديه الامارات والكويت اذا كان شحن عادي. طبعا زي ما قلت تفاصيلهم كامله موجوده عندكم في الديسكريبشن. طبعا اغلبكم حيتساءل الحين هو احمد كم دفعوا لك، لانه واضح انه اعطوك هي وممكن اعطوك اشياء ثانيه. بالضبط اعطوني اللي هي زي ما تقولوا زي القطعه بتيجي كمان معاه على اساس انك تقدر تبدلها وتصير افخم. صراحه السماعه جدا فخمه وسويديه. ونجي الحين للموضوع المهم اللي هو كم دفعوا لك وكم قاعد تكسب من ورا المواضيع هذه. عارفين ايش اللي ضحك؟ انه في اخر مقطع نزلته للبودكاست الاسبوع اللي راح وتكلمنا فيه على موضوع البنات الجيمرز، اتكلمت على انه هل السبب الرئيسي انك ما تنوع انه ما عندك فلوس او انه انت حاب تنوع اصلا. فكانت النسبه الغالبه تقريبا 64% تخيلوا حجتهم كانت موضوع انه ما في فلوس. ترى نفس المعاناه اللي انتم بتعانوها ومن التصويت واضح هي نفس المعاناه اللي بنعانيها كقنوات خاصه بالجيمز، وحشرح لكم ليش. زي الاعلان اللي انتم شفتوه دوب تكلمت عنه على السماعه هذه، في الغالب الشركات بترسل لنا منتج معين على اساس انه احنا نقيم المنتج هذا وننزله زي المراجعه في القناه، او اذا عجبني بقول يا شباب ترى السماعه هذه 1 2 3 فيها ممكن استفيد من وراها عن طريق الخصم اللي بيصير. يعني عشان ابسط الموضوع، لو زي هذه السماعه دخلت في الموقع واشتريت مثلا نقول سماعات كثير وسويت ضغط على الموقع، اعرف ذيك الساعه انه حتجيني فلوس من ورا الموضوع، لكن غير هذه الطريقه مستحيل. وعارفين ايش اللي اصعب من هذا كله؟ بس عشان توصلكم الفكره انه قنوات الجيمز خاصه القنوات اللي بتكون فيها خلينا نقول تعتبر واجهه او خلينا نقول ممكن تعتبر موقع على تقييم، يعني انتم عارفين في قنوات جيمز ترفيهيه وفي قنوات جيمز بتعطيك اخبار مراجعات تقييمات. صعب 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 جدا انه يسوون اعلان للعبه زي مثلا اللي تشوف الالعاب اللي منتشره عند بعض اليوتيوبر حمام الارض والطقه هذه كلها اللي انتم تسمعون عنها، انه تجيني الشركه هذه بتدفع لي مبلغ وقدره 20 30 40 الف 50 الف مقابل اني اسوق لي عندي في القناه واقول اللعبه كويسه ومن هذا الكلام. فالموضوع جدا صعب لانه انت قاعد تاخذ مني معلومات عن اللعبه زي انشارتد، بقول لك اللعبه هذه والله مثلا ترى مو ذيك اللعبه، تخيل انا بتكلم عن لعبه زي انشارتد او لعبه زي جراند ثيف اوتو او لعبه زي كول اوف ديوتي او باتل فيلد، وفجاه في يوم وليله بسوي لك اعلان عن لعبه صينيه وامدح لك اياها واقول لك ترى والله اللعبه دي خرافيه. شايفين كيف الموضوع جدا صعب؟ لانه في احتماليه كبيره جدا اذا ما كان اكيد هخسر ثقه جمهوري اللي انا تاعب فيه سنين الى ما اوصل للمرحله هذه. حيجي ببالك طيب احمد انتم ما بتاخذون فلوس، كيف قاعدين تمشون اموركم؟ الموضوع جدا ملعبك وصعب ويبغى له مقطع كامل نتكلم فيه، لكن موضوعنا اليوم انه انتم كيف قاعدين تدبروا اموركم؟ اذا احنا كانت الشركات بترسل لنا بعض الاحيان العاب منتجات معينه مقابل شيء معين، انتم كجيمرز كيف قاعدين تدبروا اموركم؟ انا عارف من عنوان الفيديو اغلبكم قال اوه اوكي، دحين بدا يوضح الموضوع، طيب كيف نقدر احنا نشتري الالعاب بالطريقه اللي انت كاتبها مثلا في العنوان عندك في الفيديو؟ اول شيء خلينا نشوف الناس المتطوره والمتقدمه تقدم علينا بسنين قدام وطبعا في المجال بشكل عام سواء جيمرز او قنوات. هنلاحظ اول شيء كجيمرز او لاعبين صعب انه اصلا تشتري كل الالعاب، ولا حتى شركات متخصصه في الجيمز او في التقييم ولا شيء انها تقدر تشتري كل المنتجات الموجوده في العالم اول باول وتغطيها وتنزلها، فما بالك باللاعبين. وهنا صراحه يبدا الموضوع يصير جدا 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 غريب وعجزت افهمكم للامانه كمجتمع جيمرز عرب. ليش انتم سايرين غريبين في الفتره الاخيره كمجتمع جيمز؟ طبعا مو الكل بس نقدر نقول نسبة جدا جدا كبيرة، يبغوا يشتروا كل الالعاب، ما يقدروا يشتروا كل الالعاب، محتوى اليوتيوب ساير مركز على العاب معينة، طيب انت كيف تبغى تشتري كل الالعاب وانت اصلا ما انت داعم غير العاب معينة؟ هذا الموضوع اللي انا مستغرب منه بشكل كبير، لدرجة حتى مواقع الالعاب والجيمز بشكل عام العربية صارت تنعد على اصابع 3 إلى 4 مواقع تقريبا هي اللي باقية، الباقي كله اختفى بسبب قلة الدعم وقلة المشاهدات اللي تيجي عليها، وفي النهاية عبارة عن حسبة، إذا أنا ما بجيب مشاهدات
مشاهدات عالية وبدخل فلوس من وراء الموقع، ما له داعي يستمر الموقع كخسائر علي فاضطر اقفله. في نفس الوقت بنلاحظ انه كثير من اللاعبين العرب يطالبوا باشياء جدا جدا صعبة. اعطيكم مثال، في الحلقة اللي راحت اللي تكلمت فيها يوم الاحد عن الاخبار، جاء احد الاشخاص كتب لي في الكومنتات: احمد ترى كلامك جدا 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 كثير وانا داخل على خبر معين ابغاه وانت قاعد تتكلم، يا ليت انك تختصر وتعطيني الاخبار بشكل سريع. عارفين مشكلة الاخبار اللي بشكل سريع او اني اعطيك الزبدة على قولتهم بشكل سريع وانتهينا؟ انه كانت في قنوات عايشة على الموضوع هذا في السنين اللي راحت، دوروا عليها دحين فين. عشان كذا بنلاحظ في فرق بيننا وبين الاجانب. لو مجتمعنا العربي كان بيعطي فرصة للمواقع، كان بيعطي فرصة للمنتديات والاشياء الثانية، بيتناقش، بيسأل، بياخذ خبرات كافية قبل لا يشتري اللعبة، او اقل له يا رجل لا تقرا مو مشكلة، ادعم الناس اللي تسوي بثوث زي تويتش. ثقافة تويتش عندنا ما زالت لسه نازلة في الارض، يعني مشاهدات اعلى القنوات يمكن توصل 600 700 800 1000 يا رجل، بالكثير 2000 3000 5000 من عندي. مقارنة بالاجانب احنا ولا شيء، رغم ان الكوميونتي حق الجيمز عندنا كل ماله قاعد يكبر. ففي اللحظة اللي ما معانا فلوس، في نفس اللحظة ما نبغى نسوي بحث او نعطي فرصة للناس يورونا اللعبة هذه اذا تستاهل او لا. وجدا صعب علينا احنا كقنوات حقت جيمز او مواقع جيمز ان نحط لك كل شيء موجود عندنا في الموقع ونترس لك في قناة يوتيوب زي طريقة مثلا اي جي ان، ولا حتى اي جي ان ما قدروا يسووا الحركة هذه. هذا هم ينزلوا اخبار كل يوم، ممكن في اليوم ينزلوا 6 7 8 مقاطع مختلفة، فما تقدر تغطي الشيء هذا كله. فنصيحتي للناس اللي ما عندهم فلوس، وهو حالتنا ترى كلنا زي كذا، حاول تستفيد من المواقع. المواقع للأسف صارت عبارة عن موضة وانتهت. بنلاحظ انه اغلب الحسابات الثانية زي الانستغرام او تويتر بيعتمدوا للأسف على المواقع. يعني انا كصاحب موقع بنزل خبر بيجيني من شركة معينة عن طرف الايميل، ابعطيكم اياه بشكل مختصر ومفيد، بلاحظ انه في حسابات يجي ياخذون الموضوع هذا وينشروه في حساباتهم، وفي النهاية لا هو اللي استفاد غير اللهم عدد مشتركين، وبيجيب اعلانات من طرف ثالث وكذا هو بيستفيد والمواقع قاعدة تختفي. فاللي حيصير على المدى القريب، حتى مو البعيد خلينا نقول، انه ممكن المواقع هذه تختفي والحسابات الكبيرة المختصة بالجيمز تحصلها مداخيل ثانية، زي مثلا ايفنتات اللي هي مثلا معارض العاب او حتى ممكن من اليوتيوب، ويبدوا يهملوا هذا الموضوع، فتحصل شركات كبيرة زي سوني، مايكروسوفت، الشركات حقت الالعاب، كونامي، اي اي، الشركات ما بيحصلوا احد يرسلوا له الايميلات. هذه اول اخبار الحصرية هذه، او حتى العاب عشان يقيموها، لانه في النهاية كلها حسابات، وهذه عمرها ما صارت على مستوى العالم. كل اللي ابغاه يا شباب في النهاية انه تعطون فرصة للناس اللي تنزل محتوى، سواء كان عندك كمواقع او كمنتديات، خش فيها، حاول تكتب، حاول تتعلم انك تقرا على اساس يوصلك الموضوع بشكل كامل. من الصعب جدا انه موقع تحصله او قناة في اليوتيوب بتغطي لك كل شيء في العالم، بتحصل في الموقع مثلا اشياء ما نقدر نحطها في اليوتيوب والعكس في نفس الوقت. صعب 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 جدا انه انت تطالب انه تجيك قناة بامكانيات جدا ضعيفة تحط لك كل شيء انت جايب في بالك بشكل مختصر في مقطع فيديو. هنا يبدا دور المواقع، اللي اتمنى انه ثقافة المواقع والمنتديات ترجع تطفو على السطح زي ايام زمان، لانه بكل بساطه حتى الاخبار اللي انتم بتشوفوها، حتى الالغاز اللي بتشوفوها، النظريات، المقابلات السريه، التسريبات، كلها قاعده تطلع من مواقع ومن منتديات. منتديات احنا بتطلع لك ناس مبدعين، اختفوا الناس المبدعين هذول اللي كانوا يكتبوا مقالات، اللي كانوا يكتبوا نظريات خاصه فيهم، تحليل خاص فيهم، لانه مو كل الناس يقدروا يسووا لك مقاطع في اليوتيوب، ومو كل الناس يشتروا لك كاميرا، ولا كل الناس يقدروا يشتروا حتى مايكات ودنيا وحوسه زي انا ما مسوي حاليا، على اساس انه يقدم لك مادة دسمة. وفي النهاية اعلانات ما تجيك الا من يوتيوب او حتى من شركات طرف ثالث، الا بس من فين لفين. هذه يبغالك تكون انسان عندك علاقات متشعبة عشان تدخل فلوس بشكل مباشر، ولا في الغالب زي ما انتم شايفين اليوم سماعة جيني على اساس اسوي عليها ريفيو، واذا احد عجبته حجب من وراه دخل. من النهاية مجال الجيمنج جدا صعب، واللي قاعدين تسووه مو كلكم، الاغلب للاسف قاعد يضغط علينا، عشان كذا بتحصلوا المجال هذا كل ماله قاعد يقل من ناحية قنوات متخصصة الى قنوات تعتمد على الترفيه، اساس يكون عليهم الموضوع جدا سهل زي ما انتم شايفين في الفترات الاخيرة. كان معكم احمد برام من قناة فيديو جيم فور عرب، سلام.